أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول عندهم إن محاضرة في كليتهم تقول عندهم كثير من الطالبات شبهات حول الحجاب، تنشر كثيرا من الشبهات حول الحجاب وحقوق المرأة، ومما تقوله إن الحجاب بصورته الحالية بدعة، وتقول إن المرأة المسلمة يجب ألا تقتصر على الصلاة وهذه الأمور، بل يجب أن تخرج وتعمل وتقف مع مجتمعها وتفتي للطالبات بوضع العباءة على الكتف، فما الموقف منها؟ موقف أن يبلغ عنها، تبلغ عنها الجهة المختصة، والمفروض في المدرس والمدرسة أن يقتصر على شرح المقرر للطلاب ولا يجيب لهم آراء وأفكار، وإنما يشرح لهم المقرر. هذه يمكن ما درستهم المقرر أبدا، مثل بعض المدرسين ما يعتني بالمقرر وإنما يعتني بالكلام من هنا وهناك، وفلان وعلان وفلان مصيب وفلان مخطي وفلان كذا. فهذه ظاهرة في بعض المدرسين، ما أقول إن شاء الله كل المدرسين فيهم أخيار، لكن بعض المدرسين والمدرسات يوجهون الطلاب على حسب أهوائهم، وإن كانوا من جماعات يوجهونهم على جماعتهم ويحذرونهم من الجماعة الأخرى، وأما المقرر فلا يدرون عنه ولا يعرفون منه شيئا، وهذا غش. أنت مدرس، أنت مدرس موكول إليك تفهم الطلاب هذه المقررات تفهيما جيدا، ولو أنك انشغلت بذلك ما صار عندك فراغ للكلام، أما إذا اشتغلت بغير ذلك فهذا غش، وهذا يجب أنه يبلغ عنه أو عنها، يبلغ عنه المسؤولون أنه ما هو بيدرس وإنما يشتغل بمثل هذا الكلام الذي يضلل الطلاب ويشوش أفكارهم. نعم.